النهاردة بنعمل مع بعض الفايش الصعيدي، والفايش الصعيدي طبعا معروف بلونه المميز اللي هو بيبقى على لون أصفر، وده لأنه هما بيضيفوا له الكركم كجزء أساسي من شكل الصعيدي، شكل الفايش الصعيدي. الفايش الصعيدي كمان مش بيتعمل بخميرة عادية، الخميرة بتاعت الفايش الصعيدي بتتعمل مخصوص، وبتكون باستخدام يا إما الحمص زي ما احنا نستخدمه دلوقتي، والحمص احنا هنا طحنينه، الحمص طبعا حمص الطبيخ المصري مش الحمص الشامي المدور، لا الحمص المصري بتاعنا، وبيتحط معاه شوية سكر واللبن بيتغلى، وبعد كده بيتحطوا في برطمان، وبيتساب البرطمان ده لو في الصيف ممكن 12 ساعة أو يوم كامل، لو في الشتاء ممكن ياخد يومين أو ثلاثة على حسب درجة حرارة الجو. بعد كده الخميرة دي هي اللي بتستعمل لعمل الفايش من غير استعمال أي خميرة زيادة من الخميرة الجاهزة. بالنسبة لمقادير الفايش هنبتدي بالخميرة أول حاجة، هي عندنا نص كوب حليب، ودلوقتي هنغلي مع بعض على النار. عندنا 1.5 معلقة كبيرة حمص مصري مطحون، وواحد معلقة كبيرة سكر. بالنسبة لأول جزء من الخليط، بناخد الخميرة دي بعد ما بتجهز، سواء بعد يوم بعد يومين أو ثلاثة، وبنضيف لها شوية دقيق وشوية لبن تانيين بيكونوا برضو مغليين، وبنرجع نسيبهم حوالي ساعتين. بعد كده بنيجي المرحلة الثالثة من الفايش، عندنا 3/4 كوب لبن وبيكون برضو سخن، عندنا نص كوب سمن بلدي، 1.5 معلقة كبيرة كركم، دول بنقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده بنضيف لهم 720 جرام دقيق، نص معلقة صغيرة محلب، ونص معلقة صغيرة ملح. نبتدي نعمل مع بعض أول مرحلة. هحط هنا اللبن، وعلى اللبن ما يغلي هبتدي أحط الحمص والسكر في برطمان، وأول اللبن ما يغلي بضيفه عليهم، وزي ما قلنا إحنا ممكن نستعمل الحمص أو ممكن نستعمل السمسم أو الفول، كل ده بينفع وبيكون لنا خميرة الفايش. البرطمان ده بناخده نقفله كويس، وبعد كده يا إما بنحطه في مكان يكون ضلمة، مش عايزين نحطه في النور ولا في الشمس، بنحطه مثلا جوه درفة المطبخ، أو ممكن حتى نحط حواليه حاجة تبقى لونها غامق، وممكن لو البرطمان نفسه كان لونه غامق برضو يساعد، وبنسيبها حوالي 12 ساعة أو يوم كامل لو في الصيف، وأكتر لو في الشتاء. الجزء الثاني من اللبن ده وهم اوريدي مسخني سخن يعني، بناخده وبنضيفه للخميرة دي بعد طبعا ما تختمر، وبنحطهم مع بعض، بنقلبهم وبنسيبهم على جنب لمدة ساعتين لحد ما يختمروا، وده هيكون الشكل بتاعهم بعد ما بيختمروا، وهو ده اللي هنضيفه على الجزء الثالث من المكونات بتاعتنا. هنيجي هنا ونبتدي نحط السمن، اجيب معلقة واللبن السخن، اللبن ده برضو متسخن، وبعدين نجيب
الخميرة والجزء الثاني من الوصفة اللي هو الدقيق واللبن، وبنحطهم معاهم. هنقلبهم مع بعض، وبعدين هنحط الدقيق. المحلب، الكركم أهم حاجة، ورشة ملح، ونخلطهم كلهم مع بعض. وطبعا زي أي حاجة فيها خميرة، بعد ما بنخلطها كلها مع بعض بنحتاج إن احنا نسيبها تخمر مرة تانية، وزي ما احنا شايفين هي دي العجينة بتاعتنا بعد ما نسيبها تخمر ساعتين كمان. لو مش عايزين نعمله في نفس اليوم ممكن نسيبه بعد ما يتعجن، ندخله التلاجة ونسيبه في التلاجة طول الليل، وتاني يوم هنلاقيه خمر ونقدر نبتدي نشكله ونعمله فايش. ده العجين أوكي. لونه بالشكل ده أصفر لأن بيتحط له كركم. دلوقتي المرحلة دي مرحلة تشكيل، وتاني هنرجع نسيبه يختمر مرة تانية. يعني بيختمر مرتين بعد التشكيل، قبل التشكيل وبعد التشكيل. بالظبط. اوكي. فاحنا هناخد عايزين نشكله لدوائر بالشكل ده، فهناخد قطع من العجينة دي. أوكي. وهنشكلها دوائر تقريبا في الحجم ده. بنشكله بالشكل ده طبعا لحد ما بنخلص العجين. أوكي. وبعد كده بنسيبه يختمر. اوكي. بندخله الفرن، بنسويه لحد ما يبقى زي الكيك كده شويه مستوي. أوكي. وطري شويه. أوكي. وبعد كده ده اللي استوى اول مرحله. ده اختمر كده وسويته واتخبز بس بيبقى طري. اوكي. اوكي. ودلوقتي بنقطعه زي شرايح، وبعدين الشرايح دي بنرجع نحطها في صينية وندخلها الفرن مرة تانية، بس فرن هادي بحيث ان هي تبتدي تنشف. عايزينها يتحمر وينشف وياخد برضو لون بسيط. انا فاكر ان هو اوريدي بيتعمل متقطع جاهز. لا بالظبط، وبنحطه على جنب بالشكل ده بالظبط، وبعد كده بيدخل فرن هادي خالص لحد ما يخرفش كده. اوكي. ويتحمص يعني. يتحمص شويه.